بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي طالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درسنا الثاني الفعل اللازم والمتعدي الجزء الأول. قيمتنا لهذا الأسبوع وهي أهمية العلم، فالعلم فريضة على كل مسلم، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم. هيا لاحظوا معي هاتان الجملتان. حقق الفريق الفوز. هذه جملة فعلية، حددوا معي أركانها. حقق فعل، الفريق فاعل، الفوز مفعول به. هيا نشاهد هذه الجملة. الصدق مناجاة. نجد أن كلمة الصدق مبتدأ وكلمة مناجاة خبر، إذن هذه جملة اسمية. أهداف درسنا لهذا اليوم أن توضح الطالبة المقصود بالفعل اللازم والفعل المتعدي توضيحا سليما، أن تميز الطالبة الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية في الجمل تمييزا صحيحا. هيا نقرأ معا هذه الفقرة. اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب. فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 24. تحقق الهوايات الفائدة والمتعة لصاحبها، فقد أجمع الخبراء على تأكيد فائدتها في معالجة كثير من الأمراض النفسية، وكذلك تساعد ممارسة الهوايات الإنسان على الاسترخاء والهدوء. لذا ينبغي أن يحرص الناس على قضاء أوقات فراغهم في ممارسة هواية مفيدة يحبونها. ما الفوائد النفسية التي تعود على الفرد عند ممارسة هوايته المفضلة كما فهمنا من القطعة؟ نعم، فالفوائد النفسية لممارسة الهواية هي أن الهواية تعالج كثير من الأمراض النفسية، كما تساعد ممارسة الهواية أيضا على الاسترخاء والهدوء. ما النصيحة التي وردت في هذه الفقرة؟ النصيحة أن يحرص الناس على قضاء أوقات فراغهم في ممارسة هواية مفيدة يحبونها. هيا نلاحظ هذه الجمل الملونة، الأفعال الملونة باللون الأحمر والأفعال الملونة باللون الأزرق. أجمع هي الفعل، الفاعل الخبراء. هل يوجد في هذه الجملة مفعول به؟ أجمع الخبراء على تأكيد فائدتها. لا يوجد مفعول به. إذن فالفعل هنا فعل لازم، لأن الفعل اللازم يكتفي بفاعله ولا يوجد في الجملة مفعول به. هيا ننتقل إلى الجملة الثانية. يحرص الناس على ممارسة الهوايات، فالفعل هنا يحرص، الفاعل الناس. أين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به في هذه الجملة. إذن فالفعل هنا لازم، فالفعل اللازم يكتفي بفاعله. هيا ننتقل إلى المثال باء. تحقق الهوايات المتعة لصاحبها. الفعل هنا تحقق، الفاعل الهوايات، المفعول به المتعة. نوع الفعل متعدي، فالفعل المتعدي نجد بعده الفاعل والمفعول به. تساعد ممارسة الهوايات الإنسان على الاسترخاء. أين الفعل؟ تساعد، الفاعل ممارسة، الف...
مفعول به الإنسان. إذن الفعل متعدي. فالجملة التي تحوي فعلا لازم لا تحتاج لمفعول به، أما الأفعال المتعدية تحتاج لمفعول به ليتمم معنى الجملة. إذن القاعدة: ينقسم الفعل إلى لازم ومتعد. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به، مثل أشرقت الشمس. أشرقت هي الفعل، الشمس فاعل ولا يوجد مفعول به. الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به، مثل تبني الطيور أعشاشها في الأشجار. تبني هي الفعل، الطيور فاعل، أعشاشها مفعول به. هيا نميز الأفعال اللازمة والأفعال المتعدية من خلال وضعهما في العمود المناسب. الأفعال اللازمة العمود الأول، والأفعال المتعدية العمود الثاني. هيا نقرأ الجمل: احتفظ راشد بالكتاب. هل هذه الجملة جملة فعلها لازم أم متعدي؟ لازم، احتفظ راشد. نجد احتفظ الفعل، راشد فاعل ولا يوجد مفعول به، فالفعل احتفظ فعل لازم اكتفى بفاعله ولا يوجد مفعول به. الجملة الثانية: رفع العامل الستارة. نجد فعلها لازم أم متعدي؟ لا، فعل متعدي. ساعد محمد أباه، ساعد فعل ماضي، محمد فاعل، أباه مفعول به. إذن فالفعل لم يكتفي بفاعله، فأكمل الجملة بمفعول به ليتمم معناها. رفع العامل الستارة، رفع فعل ماضي، العامل فاعل، الستارة مفعول به. إذن فالفعل هنا فعل متعدي احتاج لمفعول به ليتمم به معنى الجملة. صدق المتحدث في قوله. صدق فعل ماضي، المتحدث فاعل ولا يوجد مفعول به، إذن فالفعل صدق فعل لازم. هيا ننتقل إلى الكتاب المدرسي لنحدد الفعل ونوعه لازما أم متعديا في كل جملة مما يأتي. يبحث الناس عن كل جديد وحديث. الفعل يبحث، هل هذا الفعل فعل لازم أم متعد؟ يبحث فعل ماضي، الناس فاعل. هل يوجد في هذه الجملة مفعول به؟ لا، إذن فالفعل هنا فعل لازم اكتفى بفاعله. احتضنت الدولة أبنائها، احتضنت هي الفعل، الدولة فاعل، أبنائها مفعول به. إذن الجملة جملة، الفعل هنا فعل متعدي احتاج للمفعول به لإكمال معنى الجملة. انتشرت الألفة والرحمة بين الناس بفضل سماحة الإسلام. الفعل انتشرت، الألفة هي الفاعل، ولا يوجد بين فعل مفعول به، إذن الجملة الفعل هنا فعل لازم اكتفى بفاعله ولا يوجد مفعول به في الجملة. تضع الحكومات القوانين لحماية أفراد المجتمع. الفعل تضع، الفاعل الحكومات، المفعول به القوانين، إذن الفعل هنا فعل متعدي احتاج لمفعول به ليتم به معنى الجملة. يحب الناس
قراء يحب الناس قراءة قصص المغامرات. الفعل يحب، الناس فاعل، قراءة مفعول به. إذن الفعل هنا فعل متعدي. إذن الجملة الأولى اكتفى بفاعله فهو فعل لازم. الجملة الثانية لم يكتفي بفاعله فهو فعل متعدي. الجملة الثالثة اكتفى بفاعله ولا يوجد مفعول به، إذن فهو فعل لازم. الجملة الثالثة أو الرابعة لم يكتفي بفاعله واحتاج لمفعول به ليتم معنى الجملة، إذن فهو فعل متعدي. الجملة الخامسة اكتفى الفعل بفاعله، لم يكتفي بفاعله واحتاج إلى مفعول به، فإذن هو فعل متعد. هيا ننتقل إلى التدريب رقم 2 صفحة 25. بني استثمر وقتك فيما هو مفيد وابتعد عن التأجيل واحرص على الالتزام بمواعيدك، فالناس يقدرون الأشخاص الملتزمين بمواعيدهم. هيا نستخرج من هذه الفقرة السابقة فعلين لازمين ونبين فاعل كل منهما. الفعل الأول فعل لازم وهو ابتعد، فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ابتعد أنت عن التأجيل. الفعل الثاني هو احرص، أين فاعله؟ احرص على الالتزام، احرص أنت، إذن فاعله هو ضمير مستتر تقديره أنت. فعلين متعديين وبين مفعول كل منهما. الفعل الأول استثمر، الفاعل وقت أنت، استثمر أنت، المفعول به وقتك. استثمر أنت وقتك، استثمر فعل، وقتك أنت فاعل، وقتك مفعول به. الفعل الثاني يقدرون، المفعول به الأشخاص. إذن نستنتج من السابق أن الفعل اللازم هو فعل وفاعل، لابد أن يأتي بعده فاعل، يستكفي الفعل اللازم بفاعله فقط. الفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. مثال: جاهد المسلمون في المعركة. جاهد هي الفعل، المسلمون فاعل، ولا يوجد في الجملة مفعول به، فاكتفى الفعل جاهد بفاعله، إذن يسمى فعلا لازما. الفعل المتعدي أركان الجملة بعده هو فعل وفاعل ومفعول به. إذن الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به ليتمم به معنى الجملة. مثال: حفظ الطفل القرآن، فنجد الفعل حفظ، الفاعل الطفل، القرآن المفعول به. انتهت حصتنا لهذا اليوم، وإلى لقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.